أهلا بكم. لو سألنا هل الثعبان بيغير جلده؟ ناس كثير هتقول أكيد. معظم الناس بتعتقد أن الثعبان بيغير جلده، معظم الناس بتعتقد أنه الجلد هو اللي بتغير. في فرق بين الجلد وبين الحاجة اللي بيغيرها الثعبان اللي هي الثوب. الثعبان ما بيغير جلده، الجلد عشان يطلع من الثعبان لازم نقتل الثعبان ولازم نسلخه. الثعبان بيغير حاجة اسمها الثوب، بالضبط زي الإنسان. الإنسان ما بيغير جلده، الإنسان بيغير الثوب أو الخلايا القديمة اللي ميتة. يمكن لما بناخد حمام بنشوف أشياء سودة بتطلع من الجسم، هذه عبارة عن خلايا قديمة ميتة موجودة على الجلد. الثعابين بتغير ثوبها أكثر من 5 مرات في السنة. كل ما كانت صغيرة في العمر كل ما كان عدد مرات تغيير الثوب أكثر. الثوب عبارة عن خلايا قديمة ميتة، مواد كيراتينية، مواد دهنية، بتبين كل التفاصيل اللي موجودة في الثعبان. يعني بمجرد ما بنشوف الثوب بنعرف إيش نوع الثعبان، هل هو سام هل هو غير سام، حجمه طوله نوعه، كل شيء عنه بنعرفه بمجرد ما بنشوف الثوب. الثوب عشان يتكون على جسم الثعبان بيدخل في عدة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي بداية موت الخلايا القديمة وظهور خلايا جديدة. الثعبان بيدخل في مرحلة ركود، بيبدأ يكون الخلايا الجديدة وبيكون هادي جدا في المرحلة هذه. بنشوف انه شكل العين اتغير لانه الجسم كله بما فيه العيون بيكون عليها خلايا قديمة. بعد كده بتبدأ الخلايا الجديدة تظهر والخلايا القديمة تنفصل عن الجسم شوية شوية. المرحلة الأخيرة اللي هو الانسلاخ، بيسموه الانسلاخ أو حاجة اسمها مولتينج بالإنجليزي. الانسلاخ بيكون أصعب مرحلة في مراحل تغيير ثوب الثعبان أو انسلاخ الثعبان، خروج الخلايا القديمة منه. بيكون شرس جدا، بيكون في قمة الانفعال. بعد ما يخلع الثوب بيعيش حياته عادي لغاية ما يتكون مرة تانية ثوب جديد، وكل ما كبر في حجمه بيغير الثوب. ليش الثعابين بتغير الثوب؟ ليش الثعابين بتطلع الحاجة هذه؟ الثعابين ما عندها أطراف خارجية فمحتاجة تجدد خلايا الجسم، فبتغير الثوب عشان تجدد جسمها، عشان تشيل الأمراض اللي موجودة عليها. هذه بصورة عامة حكاية ثوب الثعبان. ناس كثير للأسف الشديد بيعتقدوا في الثوب هذا، ناس كثير بيحطوا الثوب هذا في محفظتهم بيشيلوا معهم على طول، اعتقاد منهم انه بيجيب الرزق. في ناس بتعتقد انه بيجيب الرزق، في ناس بتعتقد انه بيساعد في الحمل وفي الولادة، في ناس بتعتقد انه علاج للشعر، بيحطوا معاه مواد عشبية من عند العطار زي الماسكة والغاسلة وساق الحمام وبيستخدموه كعلاج للشعر. دخل في اشياء كتير، هذه كلها غير صحيحة. الثوب ما له اي قيمة، مجرد خلايا قديمة ميتة. شكرا لكم. اعزائي متابعين اليوتيوب،
لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.